طيب معانا الأخ أبو محمد من السعودية. أبو محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك، ممكن أكلم الشيخ عصام؟ اتفضل الشيخ سماك. الله يسلمك. أنا أخويا من حوالي سنة تقريبا كان الأمن كان خده وجلس في أمن الدولة 4 شهور، وطبعا في الفترة دي أنا بحكم إن أنا يعني شغال بره مصر تكفلت بمصاريف بيته وتكفلت بأتعاب المحامي اللي هو برضو ايه، لان على اساس ان نسبه ان القضيه يعني مش مظبوطه واخويا ما عملش حاجه وكلنا محامي وكده. فطبعا اخويا الحمد لله طالع من الموضوع ده يمكن بقاله 8 شهور يا شصام، بس هو ما عندوش قدره لان هو رجال يا دوب دخله على قد مصاريفه مع المعيشه والدنيا اللي احنا فيها دي، فطبعا مش قادر يعني ما يقدرش يسدد حاجه. فهل ممكن اعتبر يجوز ان انا اعتبر الفلوس اللي انا ساعدت بها اخويا دي في وقت المحنه بتاعته سواء في مصاريف بيته او اعتبر المحامي، هل يجوز ان انا اعتبرها من زكاه المال ولا لا يجوز يا شيخ حسام؟ تمام، تفضل شيخ حسام. هي مساله خلافيه بين العلماء، منهم من يرى انه لا يجوز ان تحتسب مالا اعطيته لانسان من الزكاه لانه عجز عن سداده، لان الزكاه يشترط لها شرطان هنا، النية والتملك. نية انك بتزكي وتملك انك تملك الفقير المال، افترض لو اديته الفلوس مش هيسدد لك، هيجيب بقى اكل وشرب. والامرين دول ما توفروش في الحاله دي، فقال لك لا لا يجوز. وراي اخر اجاز لاني في النهايه تعود عليه بنفعه وهو صاحب حاجه ويحتاج، وسيظلي مدينا طول عمري لن يسدد، مش هيقدر. طيب الاولى والافضل ايه؟ الأولى والأفضل ما دام ده أخوك إنك تتصدق بما فعلته علي ولا تحسب من الزكاة. فخدت برأي اللي أجاز أنت حر، لكن بقول لك الأولى والأفضل إن العلاقة بين الأخوين ينبغي أن تخرج خارج إطار الزكاة، تبقى في إطار الود والبر وربنا يخلف عليك. حب تاخذ برأي اللي قال إن تجوز من الزكاة وتديها له وهو مستحق، لا مانع من ذلك.